أهلا بكم. الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي تتعرض لأزمة صحية جديدة وتكشف تفاصيل حالتها. الكل والتفاصيل فضلا وليس أمرا. لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. كشفت الفنانة المعتزلة ومقدمة البرامج ميار الببلاوي عن مرورها بأزمة صحية جديدة، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية في الفيسبوك. قالت فيه: بتأسف جدا لعدم الرد لأني والله مريضة جدا، وجيت على طول على الدكتور نبيل دبركي استشاري الصدر، وعندي مشكلة في الرئة والأدوية مدهولاني النوم. وكانت ميار الببلاوي قد مرت بأزمات صحية عدة خلال الفترة الماضية، حيث اشتكت مرارا من ضعف في القلب ما أدى إلى دخولها المستشفى. ميار الببلاوي كانت قد كشفت عن أدائها مناسك الحج منذ أيام، حيث نشرت صورة لها من أمام الكعبة عبر حسابها الشخصي في موقع الفيسبوك. وتقدم ميار الببلاوي حاليا برنامج أحلى الكلام على شاشات قناة الشمس، حيث تستضيف خلاله العديد من الدعاة وأساتذة جامعة الأزهر. وفي جانب آخر، كان مسلسل آه من حواء آخر أعمال ميار الببلاوي، وقد عرض في عام 2016 وضم عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم سارة محمد، منال سلامة، مادلين طابر، وفاء سالم، رحاب الجمل، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد. كما شاركت في مسلسل ستة قادرة إلى جانب عابر صبري ونجلاء بدر. وصلت لنهاية الفيديو، كانت معكم قناة نسرين شو تي في، ومع السلامة.